أقضت مضجعي شام كخال الوجه أوشام فأهل النخوة شام فأهل النخوة شام بصيحات جهادية خذوا دمي خذوا مالي ولا تسأل أنا مالي فقل من حوربت مالي بحملات صليبية كذا ذبح طغى بعراق وتهشيم لكل عراق وتهمتهم لدى الأعراق بنسبتهم لسنية وفتح المسجد الأقصى غدا حلم لنا أقصى وعن تحريره نقصى بصفقات يهودية أمانينا غدا الدنيا لحب المال والدنيا وإن حياتنا دنيا من الظلمات ضنكية وأضحى همنا الذهب وفيه الناس قد ذهبوا وعن عز لهم ذهبوا إلى ذل الأنانية ولن يشفي لظى الآه سوى فر إلى الله وترك معيشة الله بتحقيق العبودية بتحقيق العبودية